بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62 بعد 100. من أسئلتها تقول: هل نزكي على المكافأة الجامعية التي نقوم باستلامها؟ إذا وفرتم منها شيئا وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة وهي ربع العشر. نعم. تقول السائلة الحائض: هل تدخل مصلى الجامعة أو المدرسة؟ نعم، المصلى الذي ليس مسجدا لا بأس أن تدخله الحائض تجلس فيه، لأنها إنما منعت من الجلوس في المسجد، وهذه مصليات وليست مساجد، ولا تأخذ حكم المساجد. نعم. جزاكم الله خير. أخيرا تسأل عن سورة ياسين، تقول: من قرأ سورة ياسين بات مغفورا له، ما صحة هذا الحديث؟ لا أصل لهذا، والذي ورد وفيه ضعف أنها تقرأ على المحتضرين، على من حضرتهم الوفاة، والحديث فيه ضعف. نعم. همسة الحمدي مصري ويعمل في الرياض، يقول: من علّ في تغميض عيني الميت بعد خروج الروح؟ هذا هو السنة، أنه تغمض عيناه كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة رضي الله عنه، وذلك لأجل إزالة تشويه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر ثم أغمض عينيه. فهذا من باب تحسين صورة الميت وأن لا يبقى جاحظ العينين. نعم. السائلة أم إبراهيم لها مجموعة من الأسئلة، تقول: هل صحيح أن الموتى يتزاورون فيما بينهم؟ ومتى تكون حياة البرزخ مأجورين؟ الله أعلم، هذه من أمور البرزخ، أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، ولا نقول فيها إلا بدليل، ولكن الأموات والله أعلم يأنس بعضهم، أن الأموات الطيبون يأنس بعضهم ببعض، وقد يرى بعضهم بعضا رؤية برزخية، الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل السائلة أم إبراهيم عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد الذي يعمل لبعض الأطفال. ليس في الإسلام احتفال بأعياد مواليد، لا للرسل ولا للناس، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن التقاليد والتشبه بالكفار، لأنهم هم الذين يعملون المواليد الدينية والمواليد التذكارية للأولاد وغيرهم، فهذه عوائد لا خير فيها، فإن كانت هذه الموالد للأنبياء فهي بدعة شنيعة، لأن هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بيوم مولده، ولا فعله صحابته، ولا فعلته القرون المفضلة والسلف الصالح، ولا يعمله أهل السنة المستقيمين على السنة، وإنما يعمله المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالواجب على هؤلاء الذين يقيمون هذا الاحتفال بالمولد النبوي أن يتوبوا إلى الله، وأن يتركوا هذه البدعة، وأن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعموا أن هذا من محبته فمحبته لا تكون بالبدع، إنما تكون محبته صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإقامة الحفل بمولده هذا معصية وبدعة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن كل محدثة وعن كل بدعة، فمن فعلها فهذا دليل على أنه لا يحب السنة، وإنما يحب البدع والمحدثات، وهذا في الحقيقة مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفقرتها فضيلة الشيخ تقول بأنها تعمل احتفال لأبنائها بعد مرورهم سنوات، 5 سنوات أو 6 أيضا، لعلكم توجهون هذه المرأة. كل هذا لا أصل له، والواجب أن تترك هذه العوائد المستحدثة والعوائد التي جلبت إلينا من مجتمعات الكفار
نعم. أحسن الله إليكم أم إبراهيم. من أسئلتها فضيلة الشيخ تسأل عن حكم مشاهدة النساء لأشرطة الفيديو التي يلقيها الرجال في المحاضرات وغيرها، هل في ذلك حرج؟ لا يجوز استعراض الصور، لا يجوز استعراض صور ذوات الأرواح لا للرجال ولا للنساء ولا لغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، واستعمالها رضا بها، استعمال الصور وعرضها رضا بها واستعمال لها. والمحاضرات والدروس يمكن الحصول عليها من الأشرطة المسجلة لسماع الصوت دون الاحتفاظ بالصور. نعم. حفظكم الله. هذا السائل خالد عبد الله من المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ أرجو إفتائي في هذا السؤال، وهو أن بعض الإخوة يقوم بسؤال شيخ في مسألة ما ثم يذهب إلى شيخ آخر ليسأله نفس المسألة ثم ينتقل بين هؤلاء وهؤلاء في الفتية، ما حكم التنقل في ذلك؟ مأجورين؟ هذا من التلاعب، هذا من التلاعب بالدين، كون السائل يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ليرصد الاختلاف بين العلماء وبين المجيبين، هذا من التلاعب بأمور الدين. والواجب على من يحتاج إلى السؤال أن يختار من العلماء من يثق بدينه ويثق بعلمه ويثق بدينه ثم يسأله ويعمل بما يقول له، ولا يروح يسأل آخر وآخر، لأن هذا يحدث البلبلة بين الناس، وهو أيضا من التنطع ومن البلبلة التي تشوش على الناس وتشوش على السائل أيضا أنه ما يدري ماذا يعمل. فلو أنه اختار عالما من العلماء يثق بعلمه وبدينه وسأله وأخذ بفتواه لكان هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما هي النصيحة التي توجهونها للأسرة بأن يتركوا الإسراف في بعض الأطعمة حيث يتساهلون في الإسراف في الأطعمة؟ نرجو منكم نصيحة لهؤلاء مأجورين. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا يجوز الإسراف والتبذير، فالإنسان ينفق قدر الحاجة على نفسه وعلى من تلزمه مؤونتهم بقدر الحاجة، وإذا أقام وليمة بمناسبة من المناسبات فليكن ذلك بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا بذخ. ولو أنه وفر هذا المال الذي أسرف فيه وضيعه أو تصدق به على المحتاجين، لو أنه احتفظ به لا انتفع به في المستقبل، ولو أنه تصدق به على المحتاجين لوجد أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أما إذا أسرف فيه وبذخ فيه فإنه يكون في سبيل الشيطان ويكون آثما في ذلك، وهو من إخوان الشياطين كما قال الله سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. السائل في هذا السؤال يقول: هل هناك فرق بين الفرض والركن؟ لا فرق بينهما، إلا أن الفرض أعم، الفرض أعم من الركن. الفرض قد يكون ركنا وقد يكون واجبا، وأما الركن فهو ما كان داخل العبادة، الركن ما كان داخل العبادة تقوم عليه العبادة كأركان الصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه تقوم عليها هذه العبادات وبدونها لا تستقيم العبادة. أما الفرض وهو الواجب فهذا مكمل للعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ صالح حفظكم الله، يقول الأصوليون بأن كلمة من السنة تختلف في العهد النبوي عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وعلماء الأصول، ما صحة ذلك؟ السائل ما فهم هذه المسألة. قول من السنة هذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أو التابعي ما
من السنة كذا، فهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة عند المتأخرين والسنة عند المتقدمين، السنة عند المتقدمين يريدون بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمتأخرون أيضا يريدون هذا المصطلح، ولكن قد يطلقون السنة على الشيء المستحب، قد يطلقون السنة على الشيء المستحب المندوب. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الرياض تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر أكثر من 60 عام، تعاني من مرض السكر والقلب. قبل سنوات تقول كانت حامل بتوأم وأسقطت في الشهر الخامس، وقد كانت تقول في ذلك اليوم تقوم بأعمال البيت من جمع الحطب وغير ذلك، علما بأن تقول عملي هذا كان يوميا ولم يكن فقط في ذلك اليوم يوم الذي أسقطت فيه. السؤال: هل علي كفارة؟ تقول: علما بأنني لا أستطيع الصيام نظرا لمرضي وكبر سني، أفيدوني يا شيخ. إذا كان العمل عاديا تقوم به عاديا فليس عليها شيء، أما إذا كان العمل خارجا عن العادة وفيه مشقة زائدة عن العادة وترتب عليه سقوط الحمل الذي يبلغ 4 أشهر فأكثر، فعليها الكفارة، وهي هتف رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين. نعم. هذا السائل من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح يسأل عن حكم الشرع في نظركم في طلاق المرأة الحائض، هل يقع الطلاق؟ نعم، يقع الطلاق في حالة الحيض وإن كان محرما ويأثم، لأنه طلاق بدعي يأثم المطلق فيه، ولكنه يقع، بدليل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، أمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء غير مسيس، فكونه أمره أن يراجعها هذا دليل على وقوع الطلاق. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الزواج المبكر بالنسبة للبنت وبالنسبة للشاب؟ نرجو توجيه نصيحة لذلك. الزواج كل ما بكر فهو أحسن، لأنه أحسن للفرج وأغض للبصر، فإذا تمكن الشاب من الزواج أو الشابة أن تزوج فهذا خير، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الزواج مطلوب إذا توفرت إمكانياته، وكل ما بكر به فهو أحسن، لأن الداعي إليه في الشباب أشد من الداعي إليه من غيرهم. نعم. السائل علي ألف ألف يقول: ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة المباركة من خير الأمم؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو السبب، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفقدت هذه الميزة، فإن بني إسرائيل إنما لعنهم الله بسبب أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. له سؤال عن الدعوة يا شيخ صالح، يقول: ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية، وما المسار الصحيح للدعوة إلى الله؟ الشروط: أولا إصلاح النية والقصد في الدعوة، يعني يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى طمع، أو إلى يكون قصده الطمع والوظيفة، بل يكون قصده وجه الله والثواب من الله عز وجل. ثانيا العلم، لا بد أن يتسلح الداعية بالعلم حتى يعرف ما يدعو إليه وما يأمر به وما ينهى عنه، ويستطيع الإجابة على أسئلة السائلين والرد على شبهات المشبهين. لا بد أن يتسلح بالعلم أولا قبل الدعوة، قوله تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يستطيع هذه الأمور إلا بالعلم، لا يستطيع الدعوة بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن إلا إذا كان عالما، أما الجاهل فلا يستطيع القيام بهذه الأمور. ثانيا، عليه الصبر والتحمل وعدم اليأس من هداية المدعوين، فليصبر ويتحمل، وأيضا يتحلى بالأخلاق الفاضلة والرفق بالناس في دعوتهم وعدم العنف. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل علي ألف ألف أيضا من أسئلتي يقول: يا شيخ حفظكم الله، أنا أقرأ في كتب الحديث ويمر علي حديث حسن غريب، ما معنى هذه العبارة؟ هذه من عبارات الترمذي رحمه الله، حسن صحيح حسن غريب، يعني أنه ورد من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن، أو من طريقين، طريق غريب وهو ما تفرد بروايته واحد في أصل السند، وطريق غير لم يتفرد به واحد فيكون غير يكون عزيز أو مشهور أو متواتر. نعم. السائل أحمد محمد من اليمن يقول: هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟ بالعكس، الوقف يكون على الذرية من رجال ونساء، ولا يخصص الرجال دون النساء من ذريته، لأن هذا يكون وقف الجنف، يكون وقف الجنف المحرم. إذا خصص الذكور دون الإناث من ذريته فهذا وقف جنف لا يصح ويأثم عليه. نعم. أهم السائل الذي أرسل هذا السؤال عن الطلاق من المدينة النبوية عين ألف ألف يقول: ما أشهر كنايات الطلاق؟ وإذا تلفظ بها الإنسان ولم ينوي شيئا لا طلاقا ولا غير ذلك، هل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟ الكنايات في الطلاق هي التي تحتمل الطلاق، هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، هذه هي الكنايات، وهي على نوعين: كنايات صريحة، كنايات ظاهرة صريحة، وكنايات خفية. فالكنايات الظاهرة مثل أنت بائن، أنت بتها أو بتلة أو ما أشبه ذلك، والكنايات الخفية مثل اذهبي إلى أهلك، انتهى ما بيني وبينك، إلى آخره. نعم. السائلة مريم عين ميم من حائل تقول: لي أخت دائما تتمنى الموت، فما الحكم في ذلك فضيلة الشيخ، وبماذا توجهونها مأجورين؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إذا كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يجوز تمني الموت، بل على الإنسان أن يصبر على ما يصيبه، وحياة المؤمن خير له لأنه يتزود من الأعمال الصالحة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري ماذا يكون له بعد الموت، فلا يتمنى الموت إلا إذا خشي على دينه، إذا خشي على دينه فإنه لا بأس أن يتمنى الموت أو يدعو على نفسه بالموت فرارا بدينه من الفتن التي يخشى عليها، التي يخشى على دينه أن ينصرف عنه. نعم. تقول السائلة مريم: من فضيلة الشيخ، نصلي في رمضان في بعض المساجد فيكون دعاء القنوت في أدعية غير مأثورة من أجل ترقيق القلوب ونحو ذلك، ويكون وقت دعاء القنوت أكثر من وقت الصلاة، هل هذا صحيح؟ هذا غلط، ليس صحيحا. القنوت يجب أن يكون بدعوات قليلة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما علم صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ألفاظ القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فإذا اقتصر على هذا فإنه يكفي، وإن أضاف إليه بعض الأدعية الثابتة من غير تطويل فإنه أيضا لا بأس، والإمام يخفف على المأمومين، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة
فإذا صلى لنفسه فليطول ما جاء، فإذا كان يقنط لنفسه وليس إماما وإنما هو يصلي منفردا فله أن يطول في القنوت والصلاة ما شاء، أما إذا كان إماما فإنه يراعي حال المأمومين ولا يطول عليهم. وأيضا إذا جاء بأدعية غير ماثورة فهذا لا يجوز، لأن هذه الأدعية قد يكون فيها ما يبطل الصلاة. نعم. تقول أيضا السائلة مريم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يكرر الآية أكثر من مرة حتى يخشع هو ويخشى من وراءه؟ هذا يجوز في النافلة وفي قيام الليل أنه يردد الآية كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا كان يصلي بالليل وردد آية فيها عبرة وفيها عظة ويتدبر فيها فلا بأس، أما في الفريضة فلا تكرر، لا تكرر الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: كيف يستطيع الإنسان أن يكون رقيق القلب؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان عليه أن يعمل الأسباب. أولا تجنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام يقسي القلب ويمنع قبول الدعاء. ثانيا عليه أن يدعو بقلب حاضر، يدعو بقلب حاضر موقن بالإجابة، ولا يدعو الله بقلب غافل لاهن. وثالثا أن يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو الإجابة ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عند حسن ظن عبده به فليظن به خيرا. ورابعا أن يترك المعاصي، لأن المعاصي تقسي القلب تقسي القلوب، فكل ما عصى الإنسان معصية فإنها تؤثر في قلبه وتزداد، ويزداد هذا التأثير في القلب من كثرة المعاصي حتى يصبح قلبا قاسيا لا يخشع عند دعاء ولا عند قرآن. نعم. شكر الله لكم شيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. شكر الله لفضيلته وبارك الله فيه.